والآن تحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا محمد، شكرا ريهام، وننتقل لنتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في نشرة التاسعة. أجرى وزير البترول طارق الملا جولة بميناء الحمراء البترولي بمدينة العالمين الجديدة، قام خلالها بافتتاح ووضع حجر أساس عدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية بالميناء. الملا أكد خلال الجولة أن هناك رؤية وخطط عملية منفذة من قطاع البترول لاستثمار الإمكانيات الكبيرة وتطوير اللوجستيات والبنية التحتية البترولية بمنطقة الميناء وتوسعاته، بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر بمنطقة العالمين والمنطقة الغربية من مصر. أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، تشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والمواد الغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات، حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار. وأوضحت الهيئة أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، حيث سيتم فتح باب التقدم في 16 من أغسطس الجاري للحصول على أراض تصل إلى 790 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق. وإلى سوق المال، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تداولات اليوم ومستهلة تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمحلية، بينما مالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 82% ليغلق عند مستوى 17,856 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 55% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 72% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط في آخر تداولاته الرسمية، واستمر المؤشر السعودي في تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مرتفعا بنسبة 1.1%، مدعوما بصعود سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 1.6%، كما صعد المؤشر القطري بنسبة 4%، مع ارتفاع سهم صناعة قطر للبتروكيماويات بنسبة 8%. ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الميزانية العامة للدولة سجلت في نهاية النصف الأول من العام الجاري فائضاً مالياً بنحو 656 مليون ريال عماني، أي ما يوازي 1.71 مليار دولار. كانت وكالة مودز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف عمان في مايو BA2 إلى الماضي، وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية مرجعة ذلك إلى قوة المؤشرات المالية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن المستثمرين الأفراد الذين خسروا أموالاً عندما استحوذ بنك UBS على بنك كريدي سويس في مارس يعتزمون رفع دعوى قضائية للطعن على عملية الاستحواذ. وقالت الصحيفة إن الرابطة السويسرية لحماية المستثمر تعتزم رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية في زيورخ الاثنين نيابة عن نحو 500 مستثمر في أسهم كريدي سويس.
كشف استطلاع ياباني للرأي أن أكثر من 80% من الشركات الكبرى في اليابان تتوقع أن يتوسع اقتصاد البلاد خلال العام المقبل مدعوما بتعافي الاستهلاك الشخصي، وذلك في أعقاب إزالة قيود كورونا. وأظهرت نتائج الاستطلاع تفاؤلا بشأن الاقتصاد حتى في الوقت الذي تكافح فيه الشركات في مواجهة ارتفاع تكاليف المواد والطاقة. وشمل الاستطلاع الشركات التمثيلية في كل صناعة من أوائل يوليو الماضي إلى أوائل أغسطس الجاري. ذكرت إحدى أكبر الشركات العقارية في الصين أنها ستعلق تداول 10 سندات محلية بدءا من الاثنين، وذلك مع تسجيلها خسائر بمليارات الدولارات في النصف الأول من العام الجاري. وعاد قطاع العقارة الصيني مجددا التراجع في الربع الثاني من عام 2023، إذ تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 18% في يونيو مقارنة بما كانت عليه قبل عام. تبدو الصين على أعتاب ركود خلال الفترة المقبلة مع تراجع أسعار العقارات وانخفاض الصادرات التي سجلت أكبر تراجع لها منذ عام 2020. فبعد أن كانت بداية العام مبشرة، إذ رفعت البلاد قيوداً صارمة كانت فرضتها في أواخر عام 2022 بسبب فيروس كورونا، ما أدى إلى تعافي سريع في إنفاق المستهلكين لم تستمر تلك الطفرة طويلاً. ورغم أن معدل النمو في الربع الثاني سجل 3.2% متفوقاً على نسبة 2.4% التي سجلتها الولايات المتحدة، إلا أن تلك الأرقام كانت محبطة مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى تخطي معدل النمو السنوي 6%. أحد أسباب خيبة التوقعات أن قطاع العقارات الذي يمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عاد مجددا للتراجع في الربع الثاني من عام 2023، إذ تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 18% في يونيو مقارنة بما كانت عليه قبل عام. كذلك قلص التراجع الكبير في الصادرات أيضا نسبة النمو في الربع الثاني، حيث انخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14.5% معدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي. وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17.2% في فبراير 2020، عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19. ويرى خبراء اقتصاد أن أهم ما يحتاجه الاقتصاد الصيني لتحقيق انتعاش للعديد من القطاعات هو التشجيع على الاستهلاك من خلال تركيز الحكومة على توجيه السيولة إلى الأفراد والشركات وليس إلى البلديات والبنوك والمؤسسات المالية القابعة تحت وطأة الديون. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرهام ومحمد لاستكمال النشرة. إليكم من جديد. شكرا ليلى.